السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، سهراني معكم إن شاء الله كل يوم من قناة السودان 24. أنا دائما تابعونا إن شاء الله على التويتر، على الانستغرام، على الفيسبوك، أيضا على اليوتيوب. الإعادة إن شاء الله لبرامجنا أو برنامجنا سهرانين إن شاء الله الساعة 6 صباحا والساعة 2 ظهرا. أحلى أمسياتنا هي اللي بنقضيها معكم. مساء الخير عليكم إبراهيم وناهد معكم في هذه السهرة وكل يوم إن شاء الله. أهلا بك إبراهيم، مساء النور عليك. مساء الخير ناهد، كيف تمام؟ مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم، وكل يوم سهرانين معكم أنا وناهد، وأراكم ملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الليلة إحنا هنسهر مع فنون وغانون، الاثنين فنون وغنون الليلة بيجوا كيف، نحن حنشوفهم داخل الحلقة، وإن شاء الله تكون حلقة لطيفة نستمتع بها كلنا مع بعض. في البداية أترحم على الممثل الجميل محمد يوسف، محمد يوسف من أبناء الجنينة، وهو محمد يوسف فنان مسرحي، إن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح الجنات إن شاء الله يا رب العالمين. مات مقتولا في منزله اليوم، نترحم عليه، وكان بيدعو للسلام. اشتغل في كمية من الأعمال المسرحية من ضمنها مسرح في الهوى، فنان جميل، فنان لطيف، محبوب بين الناس، محبوب بين أهل الجنينة، ومحبوب بين زملاء الممثلين في العاصمة القومية الخرطوم. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح الجنات إن شاء الله يا رب العالمين. ناهد الله يرحمه وزميلكم أكيد، وقدم للفن، ودائما إحنا بنقول الممثلين هم مش ممثلين وإنما هم فعلا بيأدوا رسالة للمجتمع كبير جدا. من عزي كل قبيلة المسرحيين والممثلين والإعلاميين، ومن عزيك من القلب أستاذ إبراهيم كوميك، وزاملك في عدد من الأعمال خاصة مسرح على الهواء، وطبعا الغدر والقتل ومن الأشياء سبحان الله محرمة، نتمنى إن شاء الله ربنا ياخد بحقه. اليوم إبراهيم رحمه الله، إبراهيم تحدث عن فنون وقانون. فنون وقانون يمكن جمعهم، أيضا القانون هو نوع من الفنون. لا، القانون هو الحياة، لما تدرس القانون هو الحياة، فن الحياة، فبالتالي القانون هو فن بحد ذاته، بحيث انه هو ممكن يجمل لك هذه الحياة، يعطيك الاصلح، يعطيك الافضل، يفنن لك، يعني ببساطة كده يفنن لك حياتك. فعشان كده الربط هو سهل جدا جدا. ولكن في حلقتنا قد يكون معانا طبعا ضيفة هي فنانة جميلة جدا، لكن بداية بنرحب بالدكتور بابكر بكري مستشار قانوني. يا اهلا بك وسهلا، والحديث عن المستندات واهمية الحفاظ عليها، يا اهلا بك وسهلا وسهلا عليك. مرحب، فرصة سعيدة نلتقي بسودان 24، وأنا أتمنى أن أكون ضيوف خفيف الظل عليكم ونقدم ما يفيد إن شاء الله. أيضا برحب بالأستاذ موسى العيدروس مستشار قانوني، وهو ابن القناة ومن أهل القناة ومن مؤسسي هذه القناة، حقيقة بيقوم بأعمال جبارة وجميلة جدا، معنا دائما في الموعد، فأهلا بك وسهلا سعادة المستشار. شكرا جزيلا، ولي الشرف على الوصف اللي قلتيه، والتحية للمشاهد والتحية لكم وللفريق العامل في القناة. يا أهلا، بيشرفنا كمان تكون معنا الفنانة شذا الفهد، أهلا بك من المملكة العربية السعودية الرياض، أهلا بك. سعيدين والله بوجودكم الليلة معنا، وشكرا لكم يعني لتلبيتكم الدعوة وجايتكم لنا لحد هنا. إحنا شاكرين ومقدرين وفي قمة السعادة الليلة إحنا بنجلس بين ناس قانونين. ما تنسي كمان الدكتور برضو شاعر. نعم. فلفل الليلة. أيوة، وأستاذ عيدروس برضو كمان يعني فنان، يعني فنان جميل. وبعدين فعلا المقدمة اللي عملتها أستاذ ناهد، المحامي فنان لأنه بترسم مسار القضية، ده فيه الناحية الفنية. المحامي بالنسبة لنا إحنا كمسرحيين بيشبهنا كثير جدا، بيحتل منصة، بيلبس أزياء كمان، بيحلل وبيمثل. أيوة بيحلل، لأنه أنت ممثل الموكل حقه، بيحلل الشخصية سواء كان مجرم أو الوكيل اللي بيدافع عنه. في نفس الوقت في جمهور وفي صالة، في حاجات كثيرة بتشبههم هم الثلاثة، بيشابهوا الممثل
والمحامي والمعلم. والله معلم. ربط جميل. هو يعني لما يتكلم باسم الموكل حقه بيتقمص انه لما كان موكله ده اذا كان واقف هنا كان حيقول شنو بالضبط كده، يعني 200 يرفع صوته 200 يخف كده، هو بيمثل طرف من الاطراف، بيقول لك فلان ويمثله فلان. أيوة. فكلمة التمثيل دي بتخليها مشتركة مع التمثيل وده الفن هنا. أيوة. وانا عندي خصم هناك برضو كمان في المسرح بيكون يا انا ماسك في جانب بيمثل الحق. ايوه بالضبط كده. جميل. موضوعنا اليوم يا إبراهيم، أنت تحمل مستند وأنا عندي مستند، أنت عندك عقار، مؤسسة عندها أشياء كثيرة يجب المحافظة عليها، كثير من الناس بتضيع مستنداتها بسبب أو بآخر، سواء سوء الحفظ لهذه المستندات، سواء كانت في الخزن أو كورقية في مكان ما، وكثير من الناس يقول لك نسيناهم في عربية في ركشة، كثير من الناس بتضيع مستندات او ما بتهتم بها، حتى الصور البطاقه الشخصيه، الاقامه، عندنا الرقم الوطني حقنا في السودان، رخص السيارات، اوراق السياره نفسها، كثير من الناس بتهمل هذه الاشياء وكانها غير مهمه. وموضوعنا اليوم اهميه المستندات واهميه الحفاظ عليها لما لها من اهميه، يعني انت قدام لقدام ممكن تخش مشاكل كبيره جدا اذا لم يتم الحفاظ عليها. أكيد. وممكن تستعمل في غير مجاله، وان شاء الله حنعرف الموضوع ده يا ابراهيم مع ضيوفنا اكيد. مستمتع بها وان شاء الله باذن الله. مستمتع بالاغنيه مع شزه؟ من شزه. يلا يا سمعين. انتظره يلين خلي كل يوم بمكاني، جربي لو تقدري شوفي كيف اول عاني، جربي تتصبري جميلة جميلة. هي هذه كلمات معاذ الدوسري طبعا ألحاني وأنا اللي غنيتها، طبعا في شركة حكاية نغم عند الأستاذ محمد المطيري الله يطول بعمره. وبس الله يعني هي أنت ملحنة، يعني لو جاتك أي كلمات ممكن تلحني؟ ممكن ألحنها على الصوت اللي أنا أبغى. يعني كلمات ممكن تكون يعني شوية ثقيلة، أنا أحاول قد ما أقدر أني أنا أجيبها بلحني. بس حبيتي هذا النوع يعني من الكلمات ومن الأغاني؟ عندك شعراء معينين بتتعاملي معاهم؟
على حسب الشركة هي اللي تجيبوا لي شعراء. في شعراء يعني عندك الأمير خالد السعود وعندك آل الدوسري وعندك كل شاعر والله العظيم إني ما اخترت فيهم، بس ممكن أنا لي الآن كملت سنتين وأنا داخلة على قولتهم بالفعل. يعني جديدة في المجال بس ما شاء الله يعني صوتك حلو. الحمد لله. ما شاء الله متمكنة يعني، والأغنية من أغنية جميلة يعني وديتيها أداء رائع. طب احنا ده موضوعنا اليوم استاذ الشذا عن المستندات، يعني اي احد في البيت بيكون عنده مستندات لازم يحافظ عليها ويطالب بها من حين لاخر. صحيح. برايك وانت انسانه اي فنانه يعني عندك برضو، خلينا من الالحان والملكيه الفكريه وكذا، بس اوراقك الثبوتيه، الاوراق الخاصه، المستندات الخاصه بك باولادك بالبيت باهل البيت وكذا، كيف تحافظي عليها؟ الحمد لله. يعني شوفي كل واحد له طريقه، يعني الواحد انه ينظم جدول حياته بحيث انه يعني ما ادري انه الثبوتيه، يعني عندك الورقه بطاقه الهويه صح؟ أيوة. عندك رخصه سياره، هذا الشيء لازم اوراق الاولاد حقت المدارس مثلا، يكون لي شنطه خاصه، يكون يعني محفظتي خاصه انه في احافظ على بطاقات العمل، بطاقتي، بطاقه الشخصيه. عندك الملف اللي يكون مثلا سكوك العقود حقت المحاكم، جواز يكون في ملف وفي شنطة محفوظة، يعني بحيث انه احفظ عليها بحيث انه تدوم معايا للسنين الوراء. في حاجات بتحتاج اليها كمان من الحاجات اللي انت حافظاهم في الشنطة دي انها تكون معاك طوالي، عرضة ممكن لانها عندك يعني. الجواز، شهادة الميلاد، بطاقة الشخصية اللي تكون مثلا نسخ صور انا احتاجها، اذا بحيث اني انا ضيعت بطاقة الشخصية انا عندي نسخة تكون زي البطاقة الهوية، الرخصة كذا، اي رخصة القيادة دي مفترض انها تكون معاك يعني. اي هذه لازم تكون معايا، ونفس الوقت يكون في احتياط في البيت، لازم يكون يعني نسخة ثانية. احنا حنعرف مع اساتذتنا عشان نجمعك معاه ونحاولنا ندخل في هذا الموضوع. استاذ العيدروس الدكتور بابكر، طبعا طريقة الحفظ حقتنا التقليدية، احنا النساء في شنط، الشنط برضو قد تكون عرضة للمياه، وانا عندي شنطة قبل كده غرقت على فكرة يعني بموية، يعني جاية من الحمام دخلت غرفة النوم وتسربت او شنطة وتبلت الحاجات التحت، كانت شنطة ما مقوية، يعني احنا بنفتكرها في امان بس هي ما في امان. بس ببساطة كده قبل ما نخش لتعرف المستند نفسه. طيب المستند هو محرر، هذا المحرر بيختلف في اشكاله، قد يكون كتابي ورقي، قد يكون رقمي، قد يكون مثلا الكتروني، وهو الركن نفس الاثنين، لكن في النهايه هو محرر بيثبت اشياء معينه في هذا المحرر، ويجب ان نفرق دائما بين المحرر او المستند والوثيقه. طيب وتاصيل المستند؟ طيب اول كتابه، موس دائما المستند هو شيء مكتوب، سواء كان مكتوب من شخص متخصص او اخر، لكن اول كتابه كانت عند سيدنا آدم سبحان الله، يعني سبحان الله، معلومة جديدة مكتوبة، كانت كده كتابة، وكانت كتابة بين الله سبحانه وتعالى وسيدنا آدم، اللي هي لما ربنا خلق سيدنا آدم مسح على ظهره وأراه كل ذريته إلى يوم القيامة. سبحان الله، اللي بعدنا واللي بعدنا إلى يوم القيامة، من يوم آدم إلى يوم القيامة. والكلام ده موجود في صحيح البخاري في تفسير الآية 282 من سورة البقرة، اللي هو آية الدين اللي هي أطول آية في القرآن. فيقال إنه سيدنا آدم بيشوف في ذريته، قام شاف رجل أزهر وضيء، فقال من هذا الرجل؟ قال له هذا ابنك داود. فقال له كم عمره؟ قال له 60 عام. فقال له زده في عمري، سأل ربنا إنه يزيد في عمره، قال له إلا أن أعطيه من عمري، أسحب منك ودي. وسبحان الله بالضبط، فكمل له 100 وخصمت من سيدنا آدم، وكتب ذلك كتابا بين الله سبحانه وتعالى وآدم، وشهدت عليه الملائكة. يا سلام. يعني حكاية تقول شيل من عمري وديك، الكلمة دي ممكن تكون وطبعاً دي كويسة من ناحية شرعية، محل نظر لكن أيوة، لكن في كلام العادي مقبول، أنا بس بقصد إنها هي كلمة في العالم موجودة يعني. نعم، فلما احتضر سيدنا آدم قال أنا يا جماعة لسه باقي في عمري 40 سنة.
قال له انت وهبتها لسيدنا داود لابنك داود ما قصت منك. قال ما حصل. فجحد ذلك والله سبحانه وتعالى احضر له الكتاب وجاب له الملائكه فكان اثبات انه انت تنازلت ولكن لطف الله تعالى ورحمته بعباده كمل لسيدنا ادم الاربعين سنه اللي هو اللي عمره الف سنه مد عمره وادى سيدنا داود الأربعين وكمل له الى 100 سنه ودي كانت اول كتابه واول تعاهد واول مستند في العالم وفي الدنيا. طب قبل شويه قلت المستند بيختلف عن الوثيقه. نعم. الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم شنو؟ الوثيقه تصدر من شخص اوثرايز هو مخول انه يصدر هذه الوثيقه. دائما بتكون اقوى مرحله من المستند. بمعنى انه المستند المحرر اللي هو مكتوب اي اثنين يستطيعوا ان يكتبوا بين شخص شخص واخر شخص وابنه شخص وجاره وتبر الاشخاص يعني زي العقد ووصل الامانه لكن الوثيقه بتكون من شخص او سرايز شخص صاحب سلطه لانجاز هذه الوثيقه. بنسمع دائما عندنا في السودان المحامي الموثق, الموثق عنده سلطه اثبات هذه الواقعة بموجب السلطة الممنوحة له واللي هي أصلا هي سلطة قضائية ممنوحة للمحامي. سلطة التوثيق نفسها هي دائما تكون أمام القضاء ولكن تخفيفا للقضاء تم منح هذه السلطة إلى بعض المحامين بمواصفات وشروط وده شيء ما موضوعنا لكن لذلك يجب أن نفرق بين المستند والوثيقة. الوثيقة نقول وثيقة السفر لا تصدر إلا وزارة الداخلية ما في شخص تاني بيقدر يعمل ليه وثيقة السفر. لكن عقد أعمله أنا تعمله أنت تعمله غيرك عادي جدا الناس تعمل وتوقع وتشهد والموضوع ينتهي. أيوة الوثيقة ممكن تكون بيني أنا وبين الحكومة برضو يبقى أيوة. شخص مخصص بإنجاز عمل معين أيوة. في قالب معين بسلطة معينة دي وثيقة توثق أيوة. الإجراء أو توثق ما فيها من المستندات. طيب بين المستند العادي لا المستندات قديمة أنت تطرقت لها في سورة البقرة في الآية بتاعت الدين اللي هي أطول آية نعم. لكن قديما كانوا كيف بتعاملوا مع المستندات كيف بيثبتوا شخصياتهم يعني. كيف هو شوف من ناحية مستندات زمان قبل يعني بعد الإسلام الحادثة دي يعني في قديم الزمان الناس كان بتكتب بطرق مختلفة الحفر على الحيط مثلا سبحان الله أنا قبل أسبوعين كنت في القاهرة وكنت في منطقة الآثار دي الأقصر وغيره وغيره يعني تشوف كتابات وتشوف تاريخ حاجة خرافية جدا. بعدها جاءت الكتابة على الجلود وتطورت إلى أن ظهرت مرحلة الورق يعني هي بدأت بالنقش ثم الكتابة على الجلود وعلى الشجر اللحاء الشجر ثم الأوراق الأوراق الملفوفة ما هي بداية صناعة الورق بأشكالها المختلفة يعني. طيب الوسم والشلوخ والحاجات دي بتعتبر برضو واحدة من ممكن تكون مستند لا ممكن يعني تفرز أو انتمي لفئة محددة هي في, في في أوسام تعتبر مستندات وخاصة في الإبل بس في الإنسان لا لا يعني في في في, في يعني مثلا الشلوخ الشوايا اللي ورا وجعلين مطارق وما بعرف أيوة. دي موجودة لكن كمستند الشلخ ما هو مستند يعني انا ممكن اكون جعلي والشلخ شاقي ما هي مستند ايوه صح, صح لكن في الابل بالذات بيكون كل قبيله معينه عندها وشم الوسم ده خالد في معروف في كل في كل الماشيه يعني عندنا ناس في السودان عنده اي شخص عنده مراح كذا ما هو ده ما فردي انا بتكلم عن 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 المستند المعروف المستند الكبير يعني مثلا في تمشي للابله في غرب السودان في كردفان في غيره في غيره بتلقى في في وشم معين يقول لك ده حق القبيله الفلانيه ما في حد بيعمله ثاني يعني حتى في 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 عرف في انه ما في حد يقلد الوسم بتاع القبيله الفلانيه وسمي على على على, على الابل خلاص انتهينا كده تمام. استاذ مصطفى موسى العيدروس طبعا المستندات زي ما قلنا احنا هي لابد تكون في مكان امين ومحفوظ بطريقه صحيحه جدا بحيث انه لا تتعرض لاي تلف او اي انواع من التلف. كلمنا عن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها المستندات وطبعا واحده منها التلف يعني كان ببساطه كده لكن كلمنا عن ممكن تتعرض لها ممكن برضو اعمل اضافه قبل الاجابه على السؤال في تعريف المستند. المستند
هو ما يستند عليه، ما يعتمد عليه في إثبات الحق، وفيه مستند رسمي وفي مستند عرفي، في مستند برضو ممكن نقسمه مستند ورقي ومستند إلكتروني، وهو معلومات مفرغة في أوراق يعني كتابة، وده اللي بيفرق بينه وبين الشهادة. الشاهد شهادته بتكون شفهية، المستند ده معناه شيء مكتوب. في الأستاذ بابكر، دكتور بابكر كان شغال في الهيئة القضائية في السودان، وأنا برضو لما كنت شغال في المحاماة في السودان، القضاة بيكتبوا بالحبر السائل، نوع معين من الحبر، جودة عالية، نوع معين من أقلام الحبر، لأنه بيقعد 50 سنة. سبحان الله، شوف المعلومة دي. أيوة السائل ممنوع الكتاب الحبر الجاف في الهيئة القضائية لأنه بيتبخر خفيف. حتى في النيابة يعني ممكن تيجي بعد 20 سنة ويجي واحد من الورثة يطلب ملف القضية دي يكون حصلت فيها مستجدات، فالحبر ده فيه خاصية إنه يعني ممكن البقاء لسنوات طويلة. طيب يا أستاذ موسى، هنا بنشوف العريضة الطويلة. برضو عندك قسم السجلات، في درجة حرارة معينة بيحفظ فيها السجلات، عدم وجود الحشرات، ولازم الكتابة اللي بنشوفها في المملكة العربية السعودية، ما دي الصكوك، دي الصكوك، الصكوك اللي بتثبت الحقوق دي، اللي ده بحبرة برضو نفس الطريقة اللي كان بيستخدمها. أيوة الدكتور، أيوة لازم يكون بأحبار ثابتة يعني تقعد على مر الزمن. نعم أستاذ عيدروس، أنواع المستندات. أنواع المستند، في مستند إلكتروني، والآن في كثير من دول العالم بتاخذ بالحجية، إذا كان مثلا أنت الآن رسلت بريد إلكتروني وهو ثبت إنه صدر من حسابك أنت، ده حج عليك، ده برضو يعتبر مستند. وفي المستند الورقي، والورقي فيه زي فيه مستند رسمي اللي هو صادر من جهة رسمية، مثلا شهادة ميلاد، استمارة سيارة، وفي مستند عرفي كاتبينه شخصين مداينة أو ما شابه، فعرفية ورسمية. وفي تقسيم آخر إلكترونية أو ورقية، دي التقسيم العام. بعد ذاك الرسمي ده بيدخل في يعني إذا جينا نصنفها كده، مثلا سند قبض، سلمت واحد قروش أعطاك سند قبض، ده مستند. سند صرف، شهادة الميلاد اللي هي وثيقة الزواج أو عقد الزواج، عقد الطلاق، استمارة السيارة، وثيقة تأمين السيارة، البطاقة الشخصية، دي كلها مستندات، وهي سلاحك في إنه تثبت حقك. ولو كان أحيانا الناس بتهاونوا، أو يعني واحد أخذ من واحد مبلغ وقول له أنا أكتب ليك ورق، وبيتحرج يعني بيقول لي يا أخي ما في داعي تكتب لي الثقة بيناتنا وكذا، البساطة دي ما بتنفع. فالتعامل المشافهات دي هي اللي بتخلق الإشكال، لكن الكتابة هي أقوى أنواع الإثبات. والناس مفروض ما يتحرجوا في إنه، لأنه ده ربنا أمر إنه الناس تكتب. طيب إحنا حنجي للسندات، والسندات دي مهمة ومداولة هنا كثير جدا، وفي ناس ما بتفرز بين سند الأمر وسند القبض. السندات دي مهمة جدا، احنا حنيجي نتكلم فيها، لكن بعد ما نمشي الكنترول نشوف انه محضر لنا سميرة دنيا. بسمع سميرة دنيا ونجيكم راجعين تاني ان شاء الله. الفنانة الجميلة سميرة دنيا، وهي تشتب أغنية عشرة الأيام للفنان الراحل عثمان حسين، لك كل التحايا والود، وأنت بين ظهرانينا في مدينة الرياض هذه الأيام، وإن شاء الله هتكون قريبا على قناة السودان 24. الآن نقول لك يا أستاذة سميرة أهلا بك وسهلا، أنت صديقة عزيزة، ونتمنى فعلا تلبية طلبنا في استضافتك على القناة. دي أغنيتك المفضلة؟ دي أغنيتي، أنا بحبها عشرة الأيام. أكيد دائما تعاشر الناس، أنت بتحب كل شيء يكون جميل، العشرة تكون جميلة، والناس تكون جميلة مع بعض، والعلاقات تستمر بصورة أجمل وأجمل، بدون ما تحتاج لمستند غير هذه العشرة. والعشرة هذا أنا بفتكر أنها مستند هي أيضا. نرجع لموضوع أستاذ العيدروس، ما كملت لي المشكلات الممكن تطرأ على المستندات، لأنها هي من المهم أنها هي تحافظ. قلت الحبر بداية لازم يكون هاي نوعية جيدة. مثلا ممكن المستند عرض لحشرات زي الأرض والقوارض، فبيحتاج لحفظ، بيحتاج لحتى درجة حرارة معينة.
الحفظ من المياه زي ما تكلمنا قلت ممكن تأثر دي كلها يعني. بعدين بنحتاج النسخة الاحتياطي يعني أنا مثلا ممكن المستندات دي أرفعها نسخة على الكمبيوتر أعمل مسح ضوئي أحتفظ بنسخة على الكمبيوتر إذا فقدت الأصل بصورة ممكن من الجهة اللي أصدرته ممكن أستخرج نسخة تاني. عندك المستندات الإلكترونية دي زادة فيها مشاكل الأقراص خاصة ممكن تتوقف ممكن يضرب القرص وخلاف كده المستند نفسه معرض يعني في برامج معينة ممكن يتعدل يعني تركيب صورة تركيب كلمات تحريف ممكن تحصل فيها الأشياء دي في المستندات الإلكترونية وده غير الاختراق الممكن يحصل. فهي الحرص مطلوب والنسخ الاحتياطي مطلوب. المستندات دي رجعت طابة المصرية مدينة طابة أثبتت حقية وملكية مصر لها من مستندات جات من دار الوثائق السودانية. الآن حلايب برضو في مستندات قديمة جدا بتثبت سودانياتها في المستند مهم على مستوى الدولة وعلى مستوى الشخص وعلى مستوى في زي ما تفضل دكتور بابكر قبل شوية في تركات أراضي ممكن تضيع بسبب ضياع أو تلف مستندات. في مستندات بتثبت أشياء في السودان من زمن الدولة التركية ومن زمن الدولة السينارية دي أعطيان فلان دي أملاك فلان. حتى هنا في المملكة برضو الناس بيكتبوا دي حدود الأراضي ده كذا ده كذا. كانت شفاهية زمن كانت في مصداقية في زمن الإسلام حتى الناس يعني كل واحد بيقول إنه ده ما حقي يعني بيخاف مزاهة. أي نعم بي بي فالآن العكس استولى على الحق الآخر التنازع أصبح تنازع إيجابي بدل تنازع سلبي. حتى اللي ما حقه بيمشي بيحاول يلقى ثغرة يعني. طيب دكتور بابكر تحت الهواء قبلك أنت ذكرت لنا قدر كيف إحنا بنقدر نحافظ على المستندات بطريقة معينة. نعم. وحكت لنا قصة بتاعت علب صغيرة ولا نعم. أول حاجة طبعا المستند مهم جدا إنه زي ما قلت لك قبل إنه يكون عندك حافظة معينة للأصول بتاعت المستندات ما تتعرض لكسر ولا حرق ولا غيره ولا غيره. ده الشيء الأول. الشيء الثاني يجب أن يعلم أحد أو بعض أفراد الأسرة بهذه المستندات أو يكون عندهم صورة منها. لأنه في كثير من الأحيان في شخص بيكون عنده أرض يكون عنده دين يكون عنده غيره يتوفى ويضيع هذا الحق على الورثة لأنه ما موثق أو في مستند لكن ما معروف وين أو غيره أو غيره من الأشياء. الآن السلطة القضائية في السودان دخلت نظام المايكروفيلم وما نظام المايكروفيلم ده فيه توثيق لكل المستندات السابقة القديمة وأرشفة مستمرة للمستندات في المحاكم اللي هي الورقية اللي هي نقل الورقية إلى أقراص أو إلى أفلام. والأقراص لأنه بتتعرض للضرب وللهكر وغيره وغيره الآن بقت المايكروفيلم فيلم المايكروفيلم ده عبارة عن أشرطة يعني ممكن يكون مخزن بتاع محكمة بتاع 30 40 50 سنة في قرصين أو علبتين أو ثلاثة بتاعت مايكروفيلم مؤرشفة بطريقة معينة يمكن الرجوع إليها بسهولة في قسم متخصص في السلطة القضائية في المستندات عن طريق المايكروفيلم تم إنشاؤه قبل سنوات والآن طيب ده عند القضائية ولكن نعم. المؤسسات والشركات أو مثلا نقول زي القنوات أيضا الأماكن الثانية الغير القضائية نعم. كيف ممكن تحفظ كل المستندات إذا كان فعلا أقراص ممكن زي ما أنت قلت تتعرض للهكر أو تتضرب أو تفسد أو ممكن نعم. أقل خدش فيها قد يضيع طيب اللي بيحصل كالتالي أنت عندك الآلية يعني كجهة شخصية اعتبارية نحن بنسميها سواء نعم. كانت شركة مؤسسة قناة وتبر الحاجة أنت كجهة عندها شخصيات الخاصة بها عندها مستندات الخاصة بها غيرها أنت ممكن تحفظيها في شكل كذا شكل أقراص ترفعي زي ما قال مسح ضوئي مستندات وتحفظ في أماكن غير قابلة للسرقة للحريق الظروف الطبيعية رطوبة. من أمطار رطوبة غيره غيره في خزم الآن معينة لحفظ المستندات
ضد الحريق برضو في كل يعني كل الظروف. ودي في مكاتب المحامين بالضروره تكون موجوده في مكاتب المحامين لان بيكون في شيكات كثيره يعني. وميزتها انه هي مخصصه للمستندات بتتعرض لانه قد يعني اذا كان تعرض المكتب لاي شيء هذه الوسائل اسمها شنو هي الخزائن ما ممكن تتفتح ما ممكن تتكسر ما ممكن تتحرك بكل المقاييس. هي قد تكون مبالغ اعلى لكن في كل الاحوال طيب احنا شوف اشوف شذا في سؤال قبل الاغنيه عارف شنو أيوه. هل تعرضت انا برضه حسالك احنا البارت الاول انتهى ايوه نسمع اغنيه نختم بشذا اغنيه من شذا بس لكن السؤال بسيط هل تعرضتي يا شذا لاي نوع من انواع التلفه والسرقه او حاجه ضاعت منك كمستند في دقيقه اخر مره والله ان شوفي ضاع اثباتي وجوالي وصرافاتي نفس الوقت سرقت مني اي حيث اني انا يعني ما حاطتها بمكان امين وكذا بس المكان اللي انا كنت متواجده فيه يعني كان فيه زحمه وازدحام وماني قادره يعني اعرف مين اللي اخذها سرقت يعني في مكان عام اي نعم ما لميتي فيها ولا جاتك خلاص لقيتيها لا انا ما لقيتها خلاص بلغت عليهم هذا انه ضاعت وكذا نسمع الاغنيه عشان حنجي بعدين ونختم بها البارت الاول ولكن البارت الثاني لكن حدعكم بعد انا احاول اطفي الجو راح اغني لكم اغنيه مره 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 حلوه يلا يعني تفضل مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل وقبل الفاصل سمعنا اغنيه
من الفنانة الجميلة شزا، كانت أغنية رائعة وأغنية جميلة أدتها هي بشكل جميل. شكرا لك يا شزا على الإبداع الرائع ده. تكلمنا عن الحفاظ، كيف إن نحافظ نقدر نحافظ على مستنداتنا، وكثير من في بيئة ممكن تخليك إنك تحافظ على مستنداتك بشكل مختلف زي ما عندنا في السودان. وفي السودان عندنا أمطار ثقيلة وعندنا فيضانات، وكثير من الناس ضاعت مستندات بسبب القرق والفيضانات. قبلك ذكرت برضو إن الحبر السائل ممكن يكون صح؟ أيوة. الحبر السائل هو بتميز بالثبات، لكن كمان يعني ممكن يتعرض للماء، فعشان كده بنتكلمنا عن النسخة الاحتياطي. يعني النسخة الاحتياطي موضوع الميكروفيلم ده بيكون مرجعية الآن. يعني إذا في قضية، يعني في قضايا الشغلة دي التأمين المستندات دي في القضائية وفي النيابة مهم، لأنه ممكن تكون فيها عقارات بالملايين بالمليارات، ممكن تكون في قضايا فيها أحكام، فممكن يضيع الحقوق حقة العباد. يعني نحن ما نطلع برضو كمان، نحن برضو الحوسبة لو دخلت أيوة ممكن تحل مشاكل كثيرة. أيوة حوسبة ما نطلع من المشاكل برضو، المشكلات التي تطرح على المستندات برضو أنا عندي فيها كلام. كثير من الناس في مافيا المستندات، والمستندات أصبح فيها الإجرام عالي جدا. أيوة وبقيت ممكن أشيل صورة ناهد كويس وخدتها في صورة أماني، أخذ صورة أماني بدل ناهد وأقوم ألعب بالمستندات دي. بالإضافة لأنه في كمية من الناس في السودان اتخذت أراضيهم بواسطة محامين زوروا في المستندات، وأنا بفتكر أنه دي مافيا. نحن كيف نقدر يعني أنا حافظ على أرضي طالما بقت في مافيا بالشكل ده؟ وأنتوا أقرب ناس للحاجة دي شفتوها يعني. طيب صحيح يا دكتور؟ نعم. بالنسبة للأراضي بالذات طبعا كان في فعلا كان في فترة ظهرت مافيا مكونة ما بين الأراضي على الشرطة على كذا، في أيادي في كل طبعا جهة، وفي بنلقى الصالح والطالح يعني. لكن كان في ناس بتمشي مثلا يعرفوا إنه كوميك عنده قطعة في المنشية رقم كذا مربع كذا، فبيمشي لي واحد شرطي فاسد بيطلع له بطاقة باسم، أمشي أنا يطلع لي بطاقة باسمك، وأمشي الأراضي أطلع شهادة بغرض البيع باسمك لأرضك وأبيعها، والمحامي هنا بكل إجراءاته كلها سليمة. لكن الشبكة بتكون وين؟ الشخص الشرطي الفاسد أطلع عليه أنا بطاقة باسمك وتم التصرف في الأرض. عشان كده القضية الآن عملت شيء آخر في الأراضي اسمه الحجز الشخصي. الحجز الشخصي يفرق عن أوريك 3000 اللي هو لما تعمل مبايعة تمشي تحجز القطعة، وكثير من الناس ما بيعرفوا إنه الحجز بتاع المبايعة ده عمره 6 شهور فقط. ما دائم الناس ما بتعرف المعلومة دي. الحجز بتاع 6 شهور ده ممكن بعد 6 شهور الراجل يمشي يعمل شهادة بحث أخرى ويبيع، وتكون أنت زي الورقة بتاعت التأكد بغرض البيع. التأكد بغرض التأكد، الشهادة بغرض التأكد إنه والله القطعة لا زالت مسجلة في اسمي، بغرض البيع ده شيء تاني. في شهادة بحث تاريخية من تاريخ فتح السجل للأرض لحد آخر يوم المناقلات والمبيعات اللي حصلت فيها. لكن الحجز الشخصي الآن بصورة المالك وبصمته، ما لم يأتي هذا الشخص صورته موجودة في الحجز الشخصي لا يتم أي تصرف في الأرض. طب دكتور في الجرائم الإلكترونية الآن بيقتحموا ممكن حساباتك بأي صورة إن كان، سواء اللينك جاك وانت دوست اللينك وتكشف تلفونك، في ناس كثير مستنداتها داخل تلفوناتها، في ناس كثير أيوة نصب عليهم بأوراقهم الثبوتية. يعني هم مفتكرين الهاتف يعني حتى ولو كان في مكان أمين يعني بيفتكروا ما ممكن يقتحم، ولكن بيقتحم كبير وكثير من الناس فقدت أملاكها. دي المستندات الإلكترونية كان بتكلم عنها أستاذنا موسى. نعم. كيفية طيب حفظها وأسليب التطور هالسنة؟ هي الآن المستندات بقت إيش؟ يعني أنت أي لينك يجيك يفترض ما متأكد منه ما عارف جاي من وين ما تدخل فيه. ودي ده يعني الجرائم الإلكترونية عندها قانون قائم بذاته، عندها محاكم قائمة بذاتها، نيابة الجرائم المعلوماتية، المحكمة المختصة برضو بالجرائم المعلوماتية دي ده جزء قائم بذاته،
بتعرض سوء المستند فعلا لتهكير، لاعتداء، لتزوير، لاستغلال المستند، خاصة الحسابات البنكية الشخصية، الأملاك، الأملاك، الشهادات الاستثمار، غيرها من الأشياء كثير بتتعرض لهذا الشيء. ولكن عشان كده نحن بنقول في الغالب الأفضل إنه النسخة تكون موجودة معك، ما تكون في الجوال إلا البطاقة الشخصية، استمارة سيارة كذا، الحاجات اللي أنت ممكن تطلعها. لكن حساب البنك لا، حسابات الشخصية لا، من الخطورة المكان إنها تكون في التليفون. طيب البنك ده معرض أنت للسرقة إذا جيت اشتريت لك حاجة أونلاين، بمجرد ما تشتريها كذا تلقى حسابك كله تسحب، وكثير من الناس حصلت لهم الحاجة. أنا حساب مزور، لأنه اللينك مزور نفسه إذا مزيف. أنت ما متأكد منه. يعني كثير من الشركات الآن اللي بتتعامل في البيع الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية وغيره وغيره، إذا أنت ما متأكد تماما من هذه الشركات لا تشتري منها، لا تدخل نفسك في مخاطرة. قد تكون بدل ما تشتري حاجة بمية ريال أنت تكون خسرت 100,000 ريال. نعم. يعني الناس ينتبهوا طبعا دي الجرائم الإلكترونية زي ما أنت تحدثت عنها، ومالية المحاكم مطورة بكثير من المشاكل. أستاذ العيدروس مباشرة عايز أعرف استرداد المستندات يعني شنو، أو دعاوي استرداد المستندات. ممتاز. في واحد قد يكون اشترى سيارة مثلا من شركة تقسيط وما ادوه صورة من العقد، فالعقد لما تكون عنده صورة بيعرف الشروط انه في حالة حصل حادث للسيارة متى يحق للشركة انها تسترد السيارة، فيه التفاصيل. فهو بكون اشترى السيارة دي وفرحان بالسيارة الجديدة دي، لكن ما عارف اللي ليه والعليه. فهنا او اما هو نسى او قال له تعال مرة ثانية نديك العقد، المهم فمشى ما ادوا صورة من المستند، من يرفع دعوة في المحكمة اسمها دعوة مطالبة بمستندات. هنا بيصدر حكم لصالحه بإلزام الشركة المدعى عليها انه تديه صورة من العقد اذا قدر يثبت حقيقته في العقد. ممكن يكون في واحد امرأة ما عندها صورة من عقد الزواج، اخذ الرجل صورة من عقد الزواج، الزوج هي احتاجت للعقد ده في اي شيء ورفض، ممكن تمشي تطالب المحكمة بدها صورة. اي وارث من الورث، اذا في وارث طلع صك حصري ورثة، اي وارث ثاني من حقه يكون عنده صورة من الله، عشان اذا في مثلا حصل ادخال لغير وارث يقدر يضعن فيه، اذا في وارث اسقط يقدر يطالب بادخال الوارث. بالطريقة دي اذا في حقية للمستند تقدر تاخذ صورة منه من المحكمة. مرات بيكون اذا كان الدعوة متعلقة بين الازواج ترفع في محكمة الاحوال الشخصية على حسب المحكمة المختصة. اي مستند عندك فيه حقية ارفع دعوة مطالبة بمستند اذا ثبت للمحكمة انه انت من حقك يكون عندك صورة من المستند نعم بيدوك صورة حتى، وبل انه المحكمة ممكن تخاطب الجهات الحكومية. اذا في مستند في جهة حكومية ممكن المحكمة تطالب انه تزود المحكمة بصورة منه عشان يعرفوا اثبات الحق اللي فيه. والمهم في الاخير لابد من الوصول يعني ايفاء الحقوق، يعني فحصولك على المستند حق اذا كان انت، وفي مستند ضاع منك ممكن تستخرج برضو بدل مفقود. طيب ثقافة الترجمة أو أهمية ترجمة المستند. أنا مرت علي يعني قضية كان فيها سرقة، في عامل سرق من شركة والشركة رافعة ضده دعوة، وكان في محضر الشهود وكانوا يعني هم هنود كتبت شهادتهم بالإنجليزي، ادينا لي مكتب ترجمة، فترجمة إنها اختلاس، أو أذكر أيوة هو ترجمة خيانة أمانة. فأنا قلت له يا أخي دي سرقة، لأنه الكاميرات ضبطته وجاء في غير أوقات العمل وأخذ كذا كذا من أجهزة الشركة. قال لي هو طالما كان ده مكتب الترجمة، قال لي طالما كان هو
يعني شغال معاها بيعتبر ذا. فدخل معاي في يعني حتة بتاعت نقاش قانوني في التكييف, إنه هل دي سرقة ولا هي تعتبر أي خيانة أمانة والاختلاس. فأنا وطبعا برسل لك نسخة من المستند تشوفها قبل ما يختم. فالكلمة اللي قيلت في الشهادة إنه سرقت, فأنا قلت لي أكتب الشيء الموجود. ولذلك المحامي أو المستشار لما تكون في دوكيومنتس مترجمة يراجع الترجمة, لأنه كلمة واحدة قد تقلب الميزان بتاع القضية. في فرق بين اختلاس وسرقة يعني؟ طبعا السرقة هي أخذ مال من حرز, يعني مثلا محل وانت أموال في مخزن وجيت أخذتها. لكن الاختلاس ده شيء بيكون في أصلا عهدة مدينك لا انت كمحاسب واختلست جزء من الأموال, بدل الخزنة فيها مليون بيلقوا فيها 900,000. يعني انت ما جيت داخل من برا كده وشيلت من الخزنة. في قبل كده كان ترجمة خاطئة الأذين الأيمن والأذين الأيسر, ترجمة طبية. الطبيب ممكن يعمل العملية خطأ. أيوة. وفي يعني الترجمة دي عندها يعني ده يعني أخطاء الترجمة دي أقل خطأ ممكن يأثر في سير قضية. طيب ده جميل. الترجمة حتى في الكتابة يعني احنا عندنا الآن احنا دائما بنقول حتى لما ندرس العقود قولوا العقود أخطر حاجة فيها دلالة الألفاظ, كلمة واحدة أو حرف ممكن واحد ممكن تغير حتى في العربية على فكرة يعني. حتى في اللغة العربية مستند قالوا زمان معلش سند أمر وسند قب ديل الاثنين. لكن تخيلي عندك مع شذا كلام مش كذا. عايز أسمع العيدروس عنده حاجة بسيطة وحأسأل شذا عشان مربوطة. قالوا زمان في واحد قاضي حكم على واحد بقطع اليد من مفصل الكتف الكف عفوا هنا يعني في اليد يعني. أيوة. سرق. فالكاتب حق القاضي في لحظة شرود كتب من مفصل الكتف بدل نعم. أيوة. فتشالت من هنا فحرف واحد يعني لا هي ما تشالت اتلحقت اتلحقت لكن هو فعلا في عقوبة من الكتف يعني أصلا لا. ما في إذا هي ممكن يلاحظ لها أيضا إذا كانت هي طبيعية أو غير طبيعية. هي دم الخطأ الإملائي printing. أنا فهمت لكن يعني قصدي في خطأ صياغي في الصياغة بيغير المعنى. يعني مثلا في قضية معينة فيها مثلا قياس لمقاول يفترض يقيس أو ينفذ حاجة كده بقياس فبيقولوا مثلا بالطولي أو العرضي أو الطول والعرض. فالراجل بدل ما يقول الطول أو والعرض كتب أو العرض. الألف غيرت كل الألف دي كلفت صاحب العقار about مبلغ كبير 50,000 يعني. 70,000 في حرف نعم. إذن في الكتف دي وفي الجناية مش برضو فيها سن بالسن العين بالعين والعين ده القصاص. القصاص أيوة ما عنده علاقة بالسرقة. لا يعني ما عقوبة ممكن تجي لزول البقطع ده كده يعني. لا ما بتجي كده. أنت السرقة محددة القطع مفصل الكف هنا فقط. لكن إذا أنت قطعت يد شخص من الكتف تقطع من الكتف. إلا قصاص. قصاص وليس حد. الكف حد. يعني زول بيقطع ده يكون عارف إنه دي قضية كده. طبعاً لازم يمشي أنت لما تمشي عشان تنفذ الحكم. أيوة. أول حاجة لازم يكون القاضي موجود. الشخص الحكم خاصة في الحدود إعدام قطع وغيره لازم القاضي نفسه يكون موجود ويكون في نسخة من الحكم موجودة عشان ينفذ بناء عليه. جميل. نزل شزة قبل شوية أنت غنيتي ما شاء الله أغنيتين أو تقريبا أغنيتين وهم أغاني خاصة. اليوم أنت محظوظة الآن في حضرة مستشارين موجودين معنا داخل الأستوديو. الوضع بالنسبة لك هل أنت أغانيك الخاصة يعني الملكية الفكرية قادرة تحفظيهم ولا خلاص أنا أطلقتهم على اليوتيوب جيت قنوات غنيت كنت في مهرجانات غنيت حقك؟ اسأليهم مباشرة عن أي شيء ما يقلقك. إحنا عديك الفرصة دي واعتبريها استشارة مجانية برا بفلوس على فكرة. استشارة مجانية يعني. إيه أكيد بس لو جيت المكتب حياخده منك صح يا أستاذ عيدروس 500 ريال لو دخلت المكتب. إيه بس أنت إيش تبغيني أستشرة يعني أنت تبع شركة هذه الأغاني إيه؟ في شركة احتكرتك إيه احتكرت أغانيك أو أنت بتغني لنفسك طالما أنت بتلحني يعني. اي انا شوفي انا كنت في البدايه يعني انا كنت قاعده اغني في الشركه نفس اللي انا اشتغل فيها
نجذبه لصوتي، فقالوا لي ايش رايك انه نحتكرك وتغني لنا، ومن يعني كلام طويل بينك دار بين الاستاذ محمد المطيري. وطبعا نزلت اغنيه رجفه وتر، بعدها قطعت من الفن سنه ورجعت مره ثانيه. ليش؟ انه انا قلت لهم انه ابغى افك العقد الاحتكار، في نظام في تطبيقات يبوني اسويها انا يعني ما اقدر عليها، ففي شرط جزائي، فانا انسحبت من الاحتكار وقلت خليني انا اغني متى ما بغوني انا اغني اغني، ما عندي مشكله للشركه. طب حافظه هذه الالحان؟ حافظه شغلك؟ إيه؟ اساليهم اذا عندك شيء، ممكن او يتدخلوا هم على طول يسالوك. إيه؟ تفضل انا دكتور. شوف انا عندي الحاني طبعا، كل اغنيه اللي غنيتها هذه من الحاني، بس الكتابات طبعا ما عندك شيء مكتوب، يعني ما عندك عقد مكتوب الان. انت عندك عقد بتاع احتكار مع الشركه. إيه بس أنا فكيت الاحتكار العقد. واحدة واحدة، أنت احتكرتك الشركة بموجب عقد. إيه نعم. صحيح؟ إيه. طيب أنت الآن بتقولي أنا فكيت الاحتكار، عندك مستند يؤكد إنك فكيت الاحتكار؟ أنا شوف أنا سألته شخصياً إنه أنا ما أقدر أكمل، يعني احتكروني شهر وجيت عنده وقلت له أنا ما أقدر أكمل إنك تحتكرني وكذا، فقال لي خلاص يعني إنه عشان الصحبة اللي بيننا أنا راح أفك عقد الاحتكار وخليك زي ما أنت. بس مو مكتوب. ما بغيتي. ما في مستند. الا في مستند بيني وبينه، مستند للاحتكار لكن مو للفك. فك الاحتكار. فك الاحتكار. لا ما عندي سند فك احتكار. بس لازم انه يكون عندك، لازم يكون عندك، لانه في اي لحظه ممكن ينقاضيك بموجب العقد بتاع الاحتكار. اي بس هو يقول انه شق العقد، ما عنده اي شيء. يقول بلسانه فيربل، ما مستند. طلبته انا قبل كذا، هو قال مين ولو إنه... لازم يكون عندك مستند عشان تقدري تحمل. حتى لو اتلف العقد القديم ممكن يكتب عقدي ما انه كان في عقد كذا تم فك الاحتكار لتاريخ كذا كذا، ده بيكون مستند لإثبات الحقيقة. طب بالنسبة للحن، هي بتقول عندها ألحان خاصة، كيف تحافظ عليها؟ لازم تسجلها في وزارة الثقافة والإعلام. وجهها إدارة الملكية الفكرية. إدارة الملكية الفكرية إذا في ألحان، إذا بكرة في أحد يشتغل بهذه الألحان بدون استئذان منك تقاضيه. ممكن تقاضيه، لأنه دي حقوق كأنها حقوق مالية اسمها حقوق الملكية الفكرية. إذا في كلمات، ألحان، تأليف كتاب، كله ده يتسجل باسم الشخص الفلاني في إدارة الملكية. كريتك تغني باطمئنان. شيء جميل. استشارة، استشارة بدون فلوس. استشارة بدون فلوس. بس مفيدة والله. فلوس بتكون. خلاص. مرة مفيدة. إحنا استشارة بأغنية. نهدي لك أغنية سودانية ونهدي لمشاهديننا كمان. عاد أغانيكم أحبها أنا صراحة. يا سلام. أعزائي المشاهدين، والأغنية الجميلة لمصطفى السني غناها كثير من الفنانين، عبد العزيز داود وغيره من الفنانين. طبعا هي أغنية أعتقد عبد العزيز داود، يا زاهية وكابلي غناها أيضا. من الأغاني الجميلة والأغاني المميزة والمحبوبة إلى النفس دائما ما نسمعها. وشكرا لك الأستاذ الجميل مصطفى السني. قبل ما نسمع الأغنية كان عندك سؤال يا أستاذ. أستاذ أيوة، أنا كثير من الشباب ما فرقوا بين سند الأمر وسند القبض، ودي حاجة مهمة جدا. يعني الواحد ممكن يقرأ الكلام التحت ما يقرأ فوق العنوان. سند أمر مكتوب فوق، سند قبض مكتوب فوق، لكن الواحد بيهتم بالتفاصيل أحيانا عشان الحرص على التفاصيل. هو بيقول لك دائما لما تجي تقرأ أوراق زي دي لازم تدقق في التفاصيل عشان ما يكون في حاجة كده، حاجة صغيرة ممكن تجاجعك. لكن سند الأمر وسند القبض الفرق بيناتهم شنو؟ والأخطر فيهم ياتوا. تفضل يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسند، أول حاجة اسمه سند لأمر، لأمر وليس سند الأمر. السند لأمر معناها إثبات مديونية لمن يحمل هذا السند، يعني بتثبت عليه، أنت بتثبت في ذمتك دين لمن يحمل هذه الورقة، يمكن أن تكون سنة تنفيذ حتى ما بيرفع فيها قضية، طوالي بتمشي التنفيذ. لذلك نحن دائما بنقول مش للسند لأمر، أي مستند توقع عليه ويجب أن تقراه بدقة وروية وتمعن. ما توقع من طرف، في ناس عندها عشق بتاع توقيع، بتوقع حتى لو جبت له أمر إعدام ممكن يوقع لك، إنه يعدموك بيوقع وبيمشي يعني. احيانا الفرحه حقتي انك مثلا استلمت الحاجه. نعم. بتنسيك. هي دي اللحظه اشار له قبل الاستاذ عيدروس، انه في بعض العقود انت بتوقع وبتمشي وحتى ما بتستلم نسخه من العقد، عرفت؟
فلازم تراجع العقد وتعرف ما لك من حقوق وما عليك من التزامات. بحكاية مراجع في حادثة حصلت وحنسأل بعد شوي عن حوادث كثيرة أو حاجات حصلت لكم في المحاكم. في واحدة أخذت لها شقة في بلد عربية وبعدين أخذت الشقة فقالوا لها هتوقعي من واحد يعني قالوا لها لا هي مش أخذت هي شقتها ملكة سودانية لكن عايزة تأجرها لمدة سنة وتسافر السودان. فقام الإنسان اللي عايز يأجر دي أو الشخص قالت له وقع لي على الإيجار اللي هو يمكن 2000 ولا كم ما بعرف وقع لي على الورقة الأولى. قام وقع عليها لأنه هم جهز الورق وقع الورقة الأولى الثانية والثالثة كانت عقد بيع للأسف الشديد وقعت بيدها. ما زالت محفوظة هذه القضية في المحاكم المصرية وغلقت الشقة بالشمع. دي تفصيلة نعم. مهمة دي الحاجة دي حسي هي تغشت طبعا القانون لا يحمي المغفلين ولكن ما الحل في مثل تلك القضايا يعني. أعتقد إن حتنبسط إنه أنا قلت قضية دي جات بالصدفة والله. لا ما كده هي احتيال. طيب لأنه في العقود بالذات بيقولوا العبرة بالمقاصد والنية ما هي المقاصد هي النية النية هي المقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني. فأنا لما وقعت أسمع عقدي إيجار فده تشيتينج احتيال ويمكن أن يسبب ذلك في كان شهود حضروا إنه أنا هأجر لك بكده لمدة كده دي ما فيها مشكلة يعني بس هي قد يكون التطويل في الإجراءات المحامين نفسهم مرات بيماطلوا في إنه يطولوا أمد الترافع عشان تزهجوا ويستفيدوا هم ماديا وغير من الأشياء. لكن طبعا دي بتتعارض أو تتعارض تماما مع أخلاقيات المهنة يعني يجب أن تنجز العمل في أقصر وقت ممكن بأعلى درجة من المصداقية والمهنية من أجل أن تتحصل على الأتعاب اللي أنت متفق عليها. فدي دي مهمة جدا الناس تعرفها يعني. طيب في عقوبات أستاذ العيدروس يعني لنشر أو إفشاء وثائق ومعلومات خاصة سواء كان للشخصيات الاعتبارية أو أفراد أو ما إلى ذلك. ما هي هذه العقوبة؟ العقوبة ممكن تكون الغرامة ممكن تكون السجن على حسب خطورة المعلومات اللي أفشت. الآن معظم العقود بيكون فيها شرط اللي هو مبدأ عدم الإفشاء أو عدم إفصاح عن المعلومات خاصة المحامين مؤتمن على أسرار موكله أنه إفشاءه ممكن يسبب مشكلة. حتى الوثائق والمستندات إذا عنده صور منها بيحفظها لخمسة سنوات لأنه قد يحتاجها العميل. يعني حتى الإتلاف ما بيتم إلا بعد عدد معين من السنوات وإتلاف يكون مثلا بفرامة ورق بأشياء تعدم أي معلومة. فالحفاظ على السرية مهم في المعاملة. عقوبات رادعة طبعا في عقوبة أيوة ما هو أنت ممكن تدمر أسرة إذا ممكن تدمر شركة إذا أنت أفشيت معلومات. في قبل كده أنا عملت عقد فيه أحكام مشددة جدا خلطة سرية حقت طبخ خلطة معينة بتمتلكها شركة معينة تتبيلة معينة يعني وفيها شروط جزائية. فإذا كان المطعم استخدموها لمطعم آخر ممكن يحقق مبيعات وهنا ممكن يطالب يعني الجزاء ممكن يكون تعويض ملايين. نعم ما عنده علاقة بالارباح زاد اكثر من الارباح بكثير. نعم الحاجه دي عملوها شباب البومبي بالمناسبه يا ابراهيم. عملوها في نفس الفكره حقته انهم مشوا في تتبيله معينه شباب دارين مطعم وعجبتهم الشاورما بصوره رهيبه فمشوا خطفوا واحد من الجانب اللي شغالين في الخلطه العمال بالذكره فجابوه حكى لنا واحد نظيف جنائيه جنائيه التهديد يعني استدراج وخطاف. الفن كمان عنده برضو دور في يعني سرقة التوثيقات يعني التتبيلات والتتبيلات. طيب ما سمعينا حاجة شذا دندنة كذا تبون أسمعكم عراقي يا ريت طبعا ماما عراقية
ما شاء الله. واحنا بنموت في العراقي. طول بعمرها. تحيه ليها. تمام. حابين بالمايك ولا بدون؟ بالمايك. امسك المايك دندني كذا. ايوه تمام. شكرا على كل شيء قلت كذب عني، وانا اللي غير الغير الحب ما جاك شي مني. شكرا على كل شيء قلت كذب عني، وانا اللي غير الغير الحب ما جاك شي مني. واللي علي قلت لا ما توقعت، يا ريت كل الناس بعوني مو انت. تدبيلة خاصة. أيوة. تدبيلة جميلة وحلوة. دي خلطة 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 سعودية عراقية. سعودية العراقية. بنهديها لابنك والله. لو كل التحايا هنا، وان شاء الله ربنا تشوفيه يا رب طبيب او مهندس، بنهديها له ان شاء الله. هو ماخذ مني ترى صوته حلو ما شاء الله. بيغني؟ اي الله يحفظه. بيغني؟ بنزل ابائي الحين، بنزل له اغنية ان شاء الله بسمة جديدة. تعرفي اغنية سودانية؟ في أغنية صراحة صاحباتي السودانية أنا أعرفهم يشغلونها. أيوة. إيه هي؟ مرة حلو بس والله أنا ما أعرف. الليلة بالليل. أيوة. ما في غير. هذه الناس كلها تعرفها. ما تقدر تدندني فيها؟ ممكن. بيساعدك إبراهيم. إبراهيم بيغني حلو. يلا تفضلي قوليها. الليلة بالليل. يلا. طيب بعد يا طلع كلمات. أنا ما حافظة. ما حنمشي عني نشرب القهوة بس. أيوة. ما عايزة لها حاجة كثيرة يعني. يعني ما محتاجة لها، حتطلي عليك شفت حتغنيها. يلا. ما أحس صعبة شوية، يبي لها شوية تعديلات. طيب المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية من عيوني مو بوحدة، خمسة. يا سلام. في أغاني مو هذه، عندنا أغاني إحنا نملك العديد من الأغاني القوية على فكرة. والأغاني في أغاني غربية لكم بعد أنتم كذلك. المفاجأة إنه الدكتور شاعر. أصله ما ممكن. والله. طيب وليش احكي لنا مستندات وما مستندات وكمان العيد نص فنان ورسام. ايوه لازم عندنا الفنان خاصه عشان اخذ من عنده شعر. يلا طيب بس احنا اظبط له من لحني. راح اظبط له من لحني وكلماته والمستندات حيظبط كل شيء مكتوب لازم. كتب سندات لامري بحق. نسمع قصيده. جوجل طيب فصيح ولا دارج اللي تحبه انت. اللي تحبه انت من زوجك. أنا أقول لكم أحد باللغة العربية الفصحى. أنت تدري أنني مذ أن عشقتك دائما أفهو إليك، بل وتدري أنني مذ أن عشقتك لم أعد أقوى على بعدي عليك. حدث الأشواق والآمال والأفراح أني بطوعي واختياري قد حرقت جميع دفاتر عشقي الأولى، تركتها للريح تذروه رمادا، وعدت لأسكن هانئا في مقتيك. بيتي هواك، وسادتي شوق وفرشي من حنين، طعامي يا لروعته طعام، فاكهة الهوى لفائف الأشواق وشرائح الإشراق، وكوب من وفاء أو حنين فرحا تقدمه يديك. يا أنت هل صدقتني هذا الذي قد قلته؟ بعض الذي عندي قل لي بربك صادقا ماذا لديك. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يلا يديك الكوبلي الأول ولحيني لنشوفك تلحيني كيف. غانون وفنون. يلا نشوف التلحين حقها الفوري. اديها السطر الأول. معلش قولوا ليها تعالي. يقولك بالفصيح العربي عايزاه بالدارجي يختلف. طيب اديها حتة دارجي ونشوف نسمع كمان قصيدة دارجية. يلا يشوف السطر الأول ولحيني. يلا دارجية. الدارجية حيكون صعب عليها جدا طبعا. كدينا نشوفها ما هي ما شاء الله عراقية وعرقين قريب للسودانية على فكرة. والله الدارجي
ما متذكر حاجه. خليك استحضرها بعد ارسلها لك بعد ذاك انت بالراحه كده. لا لا اكتب لي ولما اجي على الجلسه الثانيه انا راح اغني لكم راح افاجئكم. بس ده كلام ده جميل وده انت خلاص راح نتفق ان شاء الله وعدتينا ولكن المفروض نكتبك مستند على الوعد ده. لا انا خلاص شط الجزء على الهواء يا ابراهيم على الهواء مكتوب وده التسجيل بتاع الحلقه مستند. ايوه مستند التسجيل بس خلاص انت خلاص ده مستند و خلاص لازم نجلس انا وياك عندي في الاستديو ان شاء الله ان شاء الله في استديو حكايه نغم. كمان برضه استاذ عيدروس رسام و العباسيه طبعا مليانه بالفنون فيها مجموعه من الفنانين ايوه التشكيليين المغنيين والشعراء الشعراء والممثلين كمان ايوه في انت من وين جبت الرسم ده؟ ناس القانون ديل ناس القانون ديل دائما احنا بنقول انهم ما عندهم طريقه غير القانون ده. بالعكس والله فنانين وحلوين. انا جبته من الوالد الله يرحمه كان خطاب فالملكه دي موروثه حتى هسه اولادي برضه يعني رسامين يعني ففيها ناحيه جينيه يعني وراثه. بالمناسبه في الجامعه انا قريت في جامعه القاهره الفرع أعمدة المنتدى الأدبي في جامعة القاهرة فرع كان من كلية القانون. نعم صحيح. صحيح صحيح ال ال ما 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 كل أنواع الشعر في الفرع كانت موجودة الشعر الحلمنتي. بس أيوة. ناس إيهاب إيهاب ولا شو منو الهيلة يعني هوب جو الرطي شو منو بتاع جو الرطي اللي هو ناس سيليك أيوة ناس بذكر سيليك أيوة ديل كلهم متخرجوا ناس ربيع طه وطارق اللمين كلهم من الشباب اللي تخرجوا من جامعة القاهرة أو فرع القاهرة كانوا قدامنا بدفعتين حاليا كانوا قدامنا بشوية في الجامعة. الزمن جرى سرعة والله وحلقتنا انتهت للأسف الشديد وإن شاء الله إحنا موعودين بحلقة ثانية امتداد برضو فيها فنون وقانون قانون وفنون فنون وجنون اليوم أيوة. ما شاء الله الحلقه فيها فنون وشعر الجنون نحن نحن اللي رايقين على فكره. عايزه تقولي حاجه استاذ شادي بذكر داري. انا في عندي قصيده حافظتها من الطفوله يعني ودي اقول لك اياها واقول لي ايش رايك فيها. نعم يقول لك اللي نويت السفر يا اغلى احبابي لك صح هذا حبنا القدر لكن على حسابي ادريك مو مقتنع ومن داخلك ممتنع بس روح وخلي الدمع ينزل على ثيابي تروح بسلامة وتجي تلقاني يستناك بس لي عندك طلب خذ هالقلب وياك ولو يسألوك عن الجسد قلهم ذبحته هناك بالله أريد أسألك تصبر على غيابي. يا سلام يا سلام خلاص هو بقى يكلمك ودي على فكرة برضو أحفظيها كمستند. رأيك إيه في رأيك إيه في القصيدة؟ دي حافظاها ولا كتبتيها أنت؟ لا لا أنا حافظتها اسمعي رأيي حتى طريقة الإلقاء طريقة جميلة. طيب داري منكم كلمة أخيرة ونختم بأغنية من شزال فهد. لازم تسمعون أغنية إلهام اللي أحيتها أنا طبعا أغنية قبل 20 سنة حنسمعها بعد شوية إن شاء الله ختام لحلقتنا دي ولكن نشوف كلمة أخيرة من الأساتذة. طيب في الموضوع اللي أنت قبل شوية قلته حق توقيع ناس بيوقعوا سندات لأمر وما بينتبه يعني كلمة سند لأمر دي إذا لقيت أعرف إنه دي مديونية عليك لازم يكون لها مقابل. في حاجة في شيء تاني مرتبط يعني قريب من كده يعني مسبب مشاكل اللي هو التوقيع على بياض واحد يوقع سند لأمر الطرف الثاني بيكتب المبلغ اللي عاوزه. في موضوع المخالصة دي عاملة مشاكل كثيرة إنه مثلا عنده حقوق نهاية خدمة تمت المخالصة واستلم كافة حقوق وإلى آخره أول ما أنت وقعت هنا أسقطت كل حقوقك. في ناس بحسن نية واللي وقف في ورقة وقعها عشان مبارك تمشي وقع الورقة عشان بعد كده تأخذ حقوقك بوقع بعد كده بتحصل مماطلة. أنا مرة في واحد استشارني بالتلفون مخالصة عايزين يوقعها عليه فقلت له ما توقع رجع للمدير الحسابات قال له دي بس للمطابقة إنه هاي حقوقك دي فعلا هي قيمتها كذا فأنا قلت له وقع قول إنه
تم التوقيع لمطابقة المبلغ ولم يتم الاستلام. فالعبارة التحفظية دي مهمة كانت. نعم. لو ما أخذ ممكن يقاضي ما بيكون. في ناس كثيرين يعني المحاكم بتأخذ بالناحية الشكلية. صعب تثبت إنه أنت كنت يعني تحت إكراه إنه وقعوك عليها بضغط. دي إثباته صعب. بس حبيت أنبه على الحتة دي وشكرا جزيلا على الحلقة. ده كلام جميل. دي مهمة جدا. طيب أنا أول حاجة أشكركم جدا للاستضافة ونتمنى إنه نكون قدمنا شيء فيه فائدة. في نقطة أثارها أستاذنا عيدروس اللي هي التوقيع على بياض. وماذا يعني التوقيع على بياض؟ توقيع على بياض يعني تفويض حامل الورقة بكتابة أي شيء. يشوفها في الأفلام هاي جميلة. وقع لك على بياض يقول له يا حاجة حلوة شديد. ممكن يبيعك الورق والقدام لك على شيك فاضي. أيوة على شيك فاضي. ويحط لك المبلغ اللي أنا عايز منك 10,000 أديك شيك أبيض ووقع لك عليه وأنت تمشي تكتب فيه مليون وحتدفع المليون غصبا عنك. الناس بقت حريصة حسية دكتور. لذلك لا أنا بتكلم عن التوقيع على بياض. يعني إيش؟ يعني خطر تفويض من يحمل هذه الورقة الموقع بأنك أي رقم أي شيء. نعم. أي شيء. دي غفلة. ولذلك يجب أن لا نوقع على بياض حتى لو لأي شخص مهما كان ثقة أو قريب أو بعيد. لكن الناس بقت فالحة وشديدة. لا في الأفلام بس. ده كلام جميل. شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيكم. كانت حلقة ممتعة وكانت استفدنا منكم فائدة كبيرة. شكرا لك يا أستاذ على اللقاءات الجميلة اللي قدمتها لنا. حبيبي إن شاء الله الله يسعدك. عايزين منك أغنية. لسه راح نشغلنا لك إن شاء الله. شكرا كمان لمشاهدينا الكرام تابعونا من بداية الحلقة وجونا في نص الحلقة. شكرا لكم كثير جدا. نتابعونا كل يوم سهرانين معكم أنا ونايد إن شاء الله. آراءكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان موضوع سهرتنا لليلة. وشكرا لك يا ناهد. شكرا لك يا إبراهيم. تسلمي رفقة جميلة وطيبة. سهرة جميلة نتمناها لكم إن شاء الله. تابعونا دائما في الإعادة إن شاء الله الساعة 6 صباحا والساعة 2 ظهرا. أحلى مساء هو اللي معكم. شكرا لأساتذتنا الكرام داخل الاستوديو أستاذ العيدروس الدكتور بابكر بكري. شكرا لك الأستاذ الشزع. نسمع أغنية الختام وإلى لقاء. تقبلوا تحية التيم العامل في قناة السلطان 24 الآن سهر سهرانين خصيصا. في أمان الله ومع السلامة. عطشاني أحبسني وأروي على شو